ممكن نعمل create. أنا ضاغط مسافة وأقول له create بوليجن زين، ضاغط شيفت وقاعد أسحب من النص بالطريقة هذه. إذا رحنا على الاتريبيوت channel مالها راح نلقى الويدث والهايت، نقدر نأشر عليهم كذي، بزيد السيجمنت شوية، نسحب فيه رايت كليك بينت سكال، نضغط بي نكبر الريشة شوية، وهني نختار مثلا بول راح يسوي لنا كذي الشكل، يعني راح يصير عندنا هذا الشكل كذي. ممكن ناخذ فيرتكس نضغط حرف البي يعطينا شوية، نكبر الريشة شوي عشان تصير الأطراف شوي مو مبينة. فهذه نضغط رقم 3 يعطينا السموث، فيبين كأنه في ورا جبال. هذه من هني راح نبتدي، إذا رحنا على توب فيو راح نشوفه بالشكل هذا. نقدر نعمل نفس الشكل، ناخذ create ضغط مسافة، أنا create CV curve. CV curve خليه بدال 3 كيوبيك، 3 كيوبيك راح يسوي لنا كيرفات، يعني الحين إذا أخذ 3 نقاط 1 2 3 الرابع راح يصير كيرف، راح يصير عندنا كيرف. احنا ما نبي كذي، نبي وان لاينر عشان يعطينا زوايا حادة، يعني ممكن نضغط اكس عشان يمشي على الجريد. اوكي اكس اكس من هذا نعمل، إذا نبي أقسام متساوية نقدر نقول له show all surface planner. بالأوبشن بوكس نقول له نبي كواد، خلى 100 مثلا، طلع لنا الشكل هذا. عندنا هذا نقدر نقول نضغط دي مع اكس عشان يوقف لنا سناب هني. نقدر نعمل له ميرور، عندي خلينا نشوف من وين نحصل هالميرور. اديت مش ولا بالمش، ايوه ميرور جيومتري. هني نبي احنا x و z minus x اوكي سوى لنا اياه. الحين اخذنا هذا نفسه نقول له نبي minus y، لا اندو، انا عملت اندو minus x بلس واي لا زي توقع. اوكي اكسلنا، نقول له هذا اوكي، طلع عندنا الشكل هذا متساوي. الحين نقدر ناخذ عشان نسخة اكثر، ناخذ الايدج دبل كليك، نقول له ديليت ايدج وذ فيرتكس، لأن في نقطة الحين إذا ضغطنا هذا وقلنا له ديليت بالكيبورد ما راح يشيل عندنا الفيرتكس هذيلا، في فيرتكس موجودين. ففي طريقة، أنا قاعد أسوي أندو أندو، في طريقة إنك تقول له بالإديت مش ديليت إيدج وذ فيرتكس. أوكي شال الاثنين مع بعض، ما نحتاج هذيلا. ضغط جي اوكي
ناخذ الفيرتكس نشيش شوي هنا. يعني طلع عندنا الشكل هذا. الحين نقدر نعمل له اكسترود، تصعده شوي فوق، اوكي. عندنا هني الحين نبي نصعد، نشوف هني إذا نبي نقارنه. يعني تقريبا